اهلا بيكو، رسالة علشانك من الشخص اللي في بالك هيبقى حابب يقولك ايه دلوقتي. الطاقة الزمنية للفيديو مفتوحة من اي وقت بتسمع فيه القراءة. هسيب لكم برضو من حروف اسم الشخص ده في صندوق الوصف. انت هنا ممكن تكون حطيت نيتك على شخص انت بتحاول تنهي العلاقة معاه، بس هو الشخص ده متعلق بيكو قوي. يعني انت زي بتحاول تنهي علاقة مع حد انت بتحبه، وعارف من جواك ان انت بداخلك مشاعر من الحب، يمكن الغير مشروط ايضا للشخص ده. لحد فيكو انت بتستشعر ان هو بعيد عنك، ويمكن هو فعلا بعيد عنك، ممكن بعيد بالمسافات او بعيد بالوجود، ان انت مش حاسس بوجود الشخص ده، لكن من جواك انت فقط بتحبه. العلاقة دي كان فيها استقرار فترة طويلة، جايز كانت صداقة لبعض منكم، يمكن كنتم متزوجين او مرتبطين عن قصة حب. وحتى الوقت اللي انت بتسمع فيه الفيديو، برغم انك بتحاول تنهي، لان لسه في شيء رابط بينك وبين الشخص ده. هو حابب يقولك ايه دلوقتي؟ هو بيفكر فيكو كتير قوي، بيفكر فيكو كتير جدا جدا، وعاوز يتواصل معاك. يمكن انتوا منفصلين، عاوز يتواصل معاك، عاوز يقضي معاك اوقات جميلة، او اوقات من يعني الاجواء العاطفية او الاجواء الرومانسية، وكذلك اوقات الشغف بقوة جدا. الشخص ده خايف ان انت تقطع بيه، او خايف ان انت تتركه، او خايف ان انت تختار حد تاني غيره. فقريبا هيحاول يتواصل معاك الشخص ده. يعني انت هنا اصلا اعتقد ان انت بتتعافى من ألم عدم تواصل الشخص ده المادي معاك، برغم ان في منكم لا ممكن بتتكلموا فعلا، بس انت مش حاسس زي ما قلت لك بالتواصل ده، او مثلا عشان في شغل بينكم فبتتكلموا، غير كده ممكن ما يكونش في مساحة للتواصل. فهو هيحاول يتواصل معاك قريب ان شاء الله، وهيبقى عاوز معاك يقضي وقت شوية، حسب برضو انتو طبيعة علاقتكو فين او واصلة لإيه. بس انت ضروري، يعني بما ان انت بتسمع الفيديو ده، ولو الطاقة دي منطبقة عليك، يبقى ضروري تركز على الشفاء بتاعك، وتبقى حاطط لنفسك خطة. لو الشخص ده فعلا رجع ليك انت هتعمل ايه؟ انت هتقول للشخص ده اوكي انا بدي لك الفرصة الجديدة او الفرصة التانية، بالتالي ما تستبعدش انك تتعرض لنفس الالم او الم مغاير بنفس القوة من نفس الشخص مرة تانية، ولا ان انت تكمل في يعني تستحمل شوية وتتشافى خالص من تعلقك او تأثير العلاقة دي عليك. لانه هنا انت ممكن تكون عاوز استقرار وزواج مع الشخص ده، وهو عاوز شغف فقط، يعني او علاقة عابرة فقط. فان لم يكن انت وهو على نفس الهدف يعني، فعيد النظر تاني مع نفسك في الوقت ده في العلاقة. عبر عن مشاعرك في الوقت الحالي، محتاج ان انت تعبر. انت من جواك انت بتحب اصلا الشخص ده، جواك طاقة حب ليه، وجواك مشاعر عالية قوي من الرومانسية تجاهه. هنا في سؤال، في اجابة جاية لك، انه نعم هذا توأم روحك. ممكن يكون انت بتسأل عن الشخص ده، وممكن يكون بتتسائل عن شخص تاني برضو، بس الاكيد هنا ان انتوا بتكنوا للشخص ده مشاعر قوية قوي. وممكن برضو تكون دي كارميك سول ميت، يعني مع الطاقات اللي ظاهرة دي. شكرا ليكم، واشوفكم ان شاء الله على خير بفيديو جديد.